يعني هنقول موجز عام مصري. الدور المحوري كان للحاجة نورهان صانعة تماثيل شمع المعماريين التي تبعت إلى الحياة عند ذكر أحد أعمالها، تتقن دورها بالحناء في الظهر والعد على الأصابع. فرانك قامت بدوره رضوى، وليو كوبوزيه قام بدوره سامح. حكي أحد أعمالها بعد فك شفرتهما على صور من خلال حوار مبدع مع الطلبة. العمل فقط ينقصه عرض أعمق للنقد والتأثير بالإضافة لبعض المشكلات في المونتاج. مبروك المركز الثالث. دكتور أيمن إسماعيل. دكتور أيمن إسماعيل؟